Bonjour Pascal. Bonjour. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. بيان. شو عنا بـ Do It Yourself؟ اليوم عم نشوف إذا عنا بعدنا عم نعالج الخشب، عم نضل نعطي أفكار إنه إذا عنا فرش بالبيت إن كان طاولة، كرسي، حتى في يكون خزانة، شو ما كانت. أوقات بيبقى عنا يعني لنقول ما بالعزيز على قلبنا، مش حابين حتى لو انتزع، ما حابين إنه نتخلص منه. بقى اليوم عم نشوف إنه كيف فينا نعالج هل ما بالأوقات، لأنه خصوصاً المبل القديم كتير بنوقع بمشكلة إنه بيسوس، وبس بتفوت السوسة على الخشب بيصير في خطر إنه تنتقل لغير محلات كمان. يعني ما بتبقى بس لنقول فاتت على هالطاولة، ما بتبقى بس بهالطاولة، يعني ممكن إنه تنتقل على كذا خشب بالبيت. مزبوط، على كذا خشب بالبيت. وحتى أوقات ممكن نشوف مثلاً، رح شوف هون نفرجي إنه قدي ممكن تكون حالتها تعبانة حتى، يعني مكسورة وبس بيّن على الكاميرا، رح نشوف إنه حتى فينا نعالج إنه حتى لو كانت انكسرت، غير إنه انجلفت، غير إنه هيدول اللي شفنا كيف منعالجهم بحلقات سابقة. يعني اليوم رح نشوف كيف نعمل ريستوراسيون لمبل قديم عنا، ينجدد له نرجع للحياة. هلأ هو عادة رح نبلش، هلأ هو بدأ أكيد كذا إتاب، لأنه بدنا ننطر مثل ما تعودنا بين كل شغلة وشغلة، بدنا ننطر لتنشيف أو لتتعالج أو تأخذ وقتها مزبوط. دونك اليوم راح نعالج أول شيء هو السوس، يعني السوسة لما بتفوت على الخشب كيف فينا نعالجها. هلأ عادة تينا منشوف أنه أكتر شيء كطاولة، عم بحكي أنا، أنه بتعبي السوس بالكعب. يعني أنا راح أبرمها، رح نشوف على الكاميرا كيف دجا يعني منقرة بمحلات. هو اللي منشوف انه هيدول السوسة اكلة منا شوي للخشبة. اوكي، دونك هلأ رح نشوف كيف بدنا نعالجها. بده يكون في هو معنا دواء، هو عادة كنا نعبيه بالإبرة، يعني ناخد بالسرنج بالإبرة ونعبي بالفخذ لحتى نقتل السوسة ونوصل على السوسة مزبوط ونقتلها. هلأ صار عندي شيء هو مثل ضغط، يعني بحطها انا مثل مبينه بعد الابره عندي اياها. اوكي، بس انا بقدر حطها على مطرح السوسه مواصله. اوكي، وهي بصير الضغط اقوى يوصل من الابره، لانه بس بهيدي المنطقه، بس بهي المنطقه. لحظه بس نقلب هيك. اوكي، وانا بكبها. انتقلت، نزلت. أوكي. هلا اللي بدي اقوله انا انه بالنسبه لمن جوا، يعني بقلب الطاوله المحل اللي منه ظاهر كثير، انا ما عندي مشكله انه اتركها، يعني ما ارجع مسح هالدواء لانه انه ما رح يبين. اوكي، وفيني كثير قد ما بدي. رح انا عالج هلا كل المحلات اللي عندي اياها السوسه. شوف بقى طريقه كثير هينه، هون في وحده وهون كمان في. اوكي اوكي هون عندي وحده. في شي محل بعد ما انتبهنا له بنكون عالجناها كلها مزبوط. ذاتس ات. اوكي، هلا نحن بالنسبه للكعب برجع بقول لانه ما رح يبين، من بعد ما نعالج كل نقطه بنقطتها بدي رش عليها كلها لحتى اكيد انه اكيد لحتى اكيد انه انا وصلت للسوسه كلها. وفيني رشها بهالطريقه، ما بعرف اذا بدي كن قبل الطاوله ليبين على الكاميرا. سو سبراي، يعني صارت القصه هون عم رشها كلها. فيني حتى شيلها إذا بدي يعني اوكي. بدي رشها كلها، أكد إنه وصلت على كل المحلات حتى أطمن بالي إنه ما ترجع تطلع لي سوسة بغير محل. اوكي، حلوة ريحتها. هي الريحة بتعقد. فيك تحطي كمامة، لازم هو أصلاً. هلا اللي بدي أقوله إنه من بعد ما نعمل نحن أول مرة بدنا ننطر ساعة. أوكي، أرجع بدي أعمل مرة تانية زيت اللي عملته. هيك منأكد إنه قضينا على السوسة مزبوط.
وبدي اعملها هاي العيد هيدي العمليه اللي عملناها 3 مرات. اوكي. وبين مرحله ومرحله بنغطيها بالنايلون. هلا بنشوف سوا. هلا بدي انقل انا للوجه. أوكي. اذا انا كان الوجه عندي كمان مسوس اللي رح نشوف انه انا عندي اياه بكم محل. ايه. عندي اياه مسوس هلا بمحلي. اوقات مثل ما قلنا انه بس يكون عندي المحل الظاهر وخصوصا اذا انا بمرحله ثانيه ما بدي قلشه، ما بدي قشطه وحفه، بدي اتركه على لونه، ما بدي غير لونه. بقى لما بدي اعبي محل السوسه. نعم سوري بس فنتي اوكي. وقت بدي اعبي محل السوسه بدي دغري اجيب الشقفه ومسح. اوكي. يعني هون بكون بس عم بصيب بس جوا لحتى ما انزع الخشب يلي برا. بس أوكي. انا هيدي الطاوله بدي اقشطها لبعدين لانه هي اذا مثل ما لاحظتي تينا كثير تعبانه وكثير حالتها بدها انه نقشطها ونعالجها ونرجع. هون ما في خوف انه يطلع لبرا؟ لا دونك انا رح اعالج مثل ما عالجت تحت. رح ارجع احط من هون. سو هيدا السبراي نحن بنطلب منه بالمحلات هو خصوصي لمعالجة السوسة. أنا جبته من البي اش بي هو خصوصي لمعالجة مثل ما قلنا السوس والخشب. أوكي. هلا هون كمان بدي ارجع ارش على كل السيرفاس. وهيدا لحاله بنشف؟ ايه بنشف. هلا رح نشوف انه نحن بدنا نتركه ساعة. هلا اكيد نحن ما عندنا وقت. نعم ساعة بس فينا نرجع بعد عندكم شيء؟ ما عندنا شيء. ساعة ما عندنا شيء. منطق. اوكي. هلا اللي بده يصير انت خصوصي حطيتيها على هيدا النايلون. نحن بدي يكون جايبه نايلون. أوكي. لحتى ارجع اغطيها كلها. ليش؟ تكون اكدت انه قتلت الصوصه يعني جواتها، ما طلع الهواء لبرا. اوكي. ما راح الدواء يعني قصدي برات الخشب. نربطها يا بتلزيق يا بخيط يا شو من المتوفر عندنا بنقدر نربط. وبنتركها هيك قد ايه؟ بننطرها هلا ساعة. من بعد ساعة بتكون نشفت، بنرجع كمان بنعيد زيت العملية، بدنا نعملها هيدي الطريقة بدنا نعيدها 3 مرات قبل ما نوصل للمرحلة الثانية اللي رح نعملها بالحلقة الجاية إن الله راد، لأن احنا بننطر لتنشف ونعالجها ونرجع مزبوط. أوكي. هلا بدي أقول شغلة إنه أوقات بيكون عندنا نحن ما بالأكبر من هالطاولة الصغيرة، يعني لنقول دريسوار عندي طاولة صفرة يمكن طاولة ما بعرف شيء كبير ماني قادرة لفه أو بنيلون. مش براتيك أنا أقدر لفه بنايلون. اللي بدنا نعمله النصيحة اللي بعطيها إنه بدنا نكتر من هالبرودوي، بدنا نجرب إنه مطرح ما نحن عم نرشها لهالمابل نسكر كل الأزايز، نعزلها بأوضة صغيرة بقلب الأوضة لحتى ما نسوي هواء أو الحمام مثلا. مثلا بدنا نحطه بمحل ساعة هي مش مشكلة. مزبوط. ايه. نسكر لحتى حتى نقدر يعني نقتل السوسة مزبوط نعالجها لحتى ما نرجع نوقع بمشاكل. حلو. وهي شغلة يعني هاي طريقة مثل ما شفنا قد ايه هينة ونحن لازم عن جد إنه ما نترك الصوص يعشش عنا بالخشب. يعني احنا اول ما نشوف نقر دغري نعالج. فينا نعالج ما ننطر. يعني ما ننطر لانه في خوف مثل ما قلت انه مع الصوص انه بيرجع بينتقل من مابل لمابل. صح. دونك الافضل انه نحن نعالجه من الاول. اكيد. وشفنا انه طريقه ما بدها شيء لانه بعدين بتصير اصعب كمان. صح. كل ما بعدين بصير بيكتروا بصير انه بدنا مزبوط. يمكن ننطر وقت اكثر نعوز كميه اكثر من الدواء. نعم. فهيدي الطريقه. هلا نحن هون عم نشوف كنا لانه هيدا المابل كثير تعبان بدنا نعالجه كمان مراحل ثانيه. نعم. غير الصوص كيف شوف كيف بدنا اذا مكسور بمحل كيف نرجع نلحمه على بعضه وما يرجع يبين ابدا. بس كمان مش بالضروره في يكون عندي مابل انا
منه مش منزوع يعني ك ايه مش ضروري او مكسور يعني بس مسوس فيني عالجه بهالطريقه واعتبر حالي انه انه خلصت يعني نعم. واكيد الواحد اذا ما بده يقشط البوي عن الخشبه بس بيكفي انه نمسح البرودوي ايه فينا نمسح ما بيدبغ او شيء لا لا لانه اذا دغري شلناها يعني ما انطر عليها ايه؟ مثل ما فرجينا انا نعم. لما حطيت على الفخذ تبع السوسه بس حتى اتاكد انا انه فات الفخذ دغري انا بس عم بمسح الوجه وهلا بس ينشف مضبوط مثل بس ننطر الساعه نعم. اكيد فيني ارجع مسحها يعني للطاوله ما ببين شيء اكيد يعني نعم. هي عم نحكي اذا هي بحاله مش تعبانه نعم. واللي بدي اقوله انه اكيد نحن قبل ما نعالج هالطاوله مش بحاجه اني حفها قبل كرمال السوس يعني أوكي. ما بدي يعني لاحظت انه دغري بلشت مثل ما هي باني عالجها يعني مش مضطره ولا حفه ولا شيء المهم انه تكون ناشفه نعم ما يكون وصل لمي مش رطبه حتى اقدر انا اكد انه فعاليه نعم. العلاج اللي عم بعمله بعد ما نتاكد انه السوس بطل موجود القدح محله فينا نرجع نعبيه اكيد فيني ارجع في معجون خصوصي للخشب بقدر انا اعبيه وبقدر اعالجه مشان هيك رح نشوف بالمرحله بالحلقه الثانيه جمعه الجاي لك يلا جمعه الجاي الله راد انطرونا بنشوف المتابعه كيف بدنا نعالج مشاكل الطولة. الخشب الطاوله المحروسه والطاولات بيعزوا علينا لكن نحن رح ناخذ بريك لوين ناخذ بريك من بعدها رح تلاقوا البرج ببيناتنا ومن بعدها بتلاقوا مني بويل دان ضلكم معنا